غايتهم بنقل العاصمة إن صح التعبير، مكونات العاصمة إلى مصفاتة. ماذا تقصد بنقل العاصمة؟ هل نقل المطار أو حركة الطيران الملاحة الجوية إلى مطار مصراتة هو نقل العاصمة؟ مدني وحضاري إلى طرابلس أغلق بالكامل باتفاق ضمني. الآن مطار مصراتة، القيمين الأتراك على مصراتة يأخذون الآن كل أريحيتهم، كل الوسائل الممكنة بالتنقل بكل حرية ما بين إسطنبول، إدلب، مصراتة. واضح جدا أن هناك تخطيط وهناك ترتيب، لكنه ترتيب هش يا أستاذي. لماذا؟ رأينا تخبط تصريحات السيد غسان سلامة، تخبط في أثناء التصريح وما بين السطور يمينا وشمالا. واضح أن القصف العشوائي هو ليس عشوائي، لكنه متعمد ليس فقط لإطلاق عناصر حماس، هذه هي الواسع أستاذي، لكنه السبب الرئيس هو انتقال كل ثقل مطار معيتيكا لمصراتة لكي تظهر أمام العالم أنها مطار مدني، ولكي تتفادى ضربات الجيش الجوي الجيش الليبي لها. طيب الآن التحول، عملية التحول من مطار معيتيقا الذي كانت تنقل فيه الإرهابيين، هذه الجماعات الإرهابية وحكومة الصخيرات كانت تنقل فيه الإرهابيين بأريحية، وكانت تنزل طائراتهم في مطار معيتيقا. ماذا نفهم من تحويلها إلى مطار مصراتة؟ هل سنشهد تغير في الوضع؟ هل هنالك أريحية في جلب أكثر عدد من الإرهابيين بكافة أو بمختلف مكوناتهم الآن؟ يعني تعرف حضرتك، يعني دائما الطاغي يمد طغيانه عند النهاية عندما يشارك أنه هو ربكم الأعلى. هكذا هي مصراتة، وللأسف يا أستاذي الميليشيات المتحكمة بمصراتة، ومن ثم عندما يصل إلى هذه المرحلة تأتي كلمة الحق. الآن أستاذي مصراتة مستهدفة تماما. طيب هل هم الآن يحاولون جعل مصراتة أو أهل مصراتة والمدنيين منهم كدروع بشرية الآن من أجل عملية نقل المعركة من طرابلس إلى مصراتة؟ هل نفهم ذلك الآن؟ عندما أتكلم عن مصراتة عسكريا مصراتة سياسيا، هنا الوضع يختلف تماما بين الميليشيات المحتلة لمصراتة وبين أهالي مصراتة. مصراتة أسيرة يا أستاذي بكل ما تعني الكلمة، بل هي أشد أسرا من طرابلس. مصراتة مختنقة من هؤلاء الزمرة الأتراك الذين يتفاخرون بأصولهم التركية وهم يتحكمون بمصراتة تماما. فهنا يعني يجب الفصل عندما التحدث عن مصراتة بين مصراتة المدينة الليبية وأهلها، مصراتة الثقافة، مصراتة التجار، مصراتة التواصل، وبين هذه الميليشيات التركية القادة على صدرها. معظم أهالي مصراتة لا يرضون بهذا الوضع. أشكرك. لكنهم هؤلاء الطغمة يحكمونهم بالنار والحديد. شهدنا عدة مبادرات لمظاهرات بداخل والطغمة بالحديد والنار واغتيالات بداخل مصراتة لغاية اليوم أستاذي. إذن يعني لكي يكون الحديث واضح، عندما نتحدث عن مصراتة وإجرامها، مصراتة ميليشيات، ولا أقصد أبدا حلنا مصراتة. شكرا جزيلا لك سيد رضوان الفيتوري المحلل السياسي، كنت معي عبر الهاتف من بيروت.